السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وده معاد الفيديو الأسبوعي اللي بنذكر بعض فيه بذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. فالليلة دي ليلة الجمعة يفضل الإكثار من الصلاة والسلام والتبريك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، فصلاتكم معروضة عليه، وقراءة سورة الكهف والغسل والتطيب والإبكار لصلاة الجمعة أثابكم الله. الحلقة بقى بتاعت النهاردة مهمة جدا 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 جدا. العشبة التي ستحل كل مشاكلك النفسية وتجعلك في سعادة تامة، وستخلد للنوم كالطفل الرضيع في مهده. معقولة؟ طبعا. ضربت غطس في سوق الأعشاب لأتحصل لكم على عشبة طبيعية تجعلك تغط في نوم عميق. مش بس كده، دي هتحللك كل مشاكل التوتر والقلق. مش بس كده، دي ستعالج الوسواس القهري والوسواس العادي. مش بس كده، دي هتعمل انبساط في العضلات، وتعالج آلام الطمس، وتعالج التوتر الناتج عن الطمس نفسه الدورة الشهرية، وتعالج القولون العصبي، وبتعالج أيضا الكرونيك فاتيك سندروم، حالة أو متلازمة اسمها حالة الوهن أو التعب. العشبة دي اسمها عشبة الناردين، عشبة الناردين ده شكلها كده وهي ناشفة، اسمها العلمي فاليريانا أوفيشيناليس، فاليريانا أوفيشيناليس. ما الصيادلة يا جماعة هم أساس الكوجنوسي، هم أساس العقاقير الطبية. ما تقوليش هو أنت عطار؟ أيوة، أنا ملك العطار، أنا ملك الصيدلة، ملك الكوجنوسي، ملك الأعشاب الطبية اللي درستها في الكلية، كوجنوسي 1 وكوجنوسي 2 وكرود دراج. كل دي نباتات طبية يتم دراستها داخل كلية الصيدلة، فالمسؤول عنها ورب هذه المهنة هو الصيدلي. النهاردة الراجل اللي شغال في الأعشاب حجم أعماله وحجم مبيعاته قد الصيدلي مليون مرة، في حين إن الصيدلي هو صاحب هذه المهنة عن دراسة ببراعة تامة. فعشبة الناردين عشبة قوية جدا جدا جدا. طبعا أنا هعملها إزاي عشبة الناردين دي؟ هجيب ميه مغليه، الميه تغلي على النار جامد جدا جدا جدا، انزلها من على النار احط عليها عشبه الناردين قبل ميعاد النوم بساعتين او بثلاثه بصوره يوميه. هتزيل الارق، هتزيل التوتر، هتعالج الوسواس القهري، هتعالج جميع انواع الاكتئابات المايلد والمودريت، ايضا هتعالج القولون العصبي. لو في الام في الطمس او توتر برضو هتخلي في انبساط، هتعمل انبساط في العضلات وتؤهلك للنوم. عشبة الناردين بتعالج الويزدرول سيمتومز او الاعراض الانسحابية للادوية المخدرة، فهي بتخش على الريسبتورز او المستقبلات تعالج المشكلة، وبعدما تعالج المشكلة تترك المستقبلات. هذه العشبة هامة جدا وضرورية، هذه العشبة عشبة الناردين، وفي عشبات أخرى إن شاء الله هعملها لكم عن عملية النوم، أعشاب خاصة بالنوم. وهذه العشبة هي عشبة تدرس في كليات الصيدلة على مستوى العالم، واسمها العلمي فاليريانا أوفيشيناليس. وأذكر لحضراتكم الاسم العلمي في صندوق الوصف
وفي أول تعليق عشبة النردين. حكمة اليوم: إن لم يكن لك رأي فستكون ضحية لأي رأي، إن لم يكن لك فكر فستكون ضحية لأي فكر. هذه الحكمة هي دعوة لكل إنسان أن تكون له قناعته الخاصة وفكره الخاص الذي يحكم به على الأشياء، لا تستعين بأحد، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنتم أدرى بأمور دنياكم. استفتي نفسك، استفتي قلبك، وإن أفتوك اوعى تقع ضحية لأي فكر أو لأي رأي. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.